إمتى بيحبوا يشرفونا لحتى يطلبوا إيد بنتنا؟ يطلبوا إيد بنتنا؟ لحظة شوي، الفكرة كتير حلوة. لك لا لا لا، مستحيل، عم بمزح معكم. نايا شو مستحيل؟ لحظة شوي، بمجرد ما يجي المتر عادل لهون ويقعد ويطلب إيده قدام الشباب، هيدا الشيء رح يكسر الحاجز بيناتهم، رح يبلشوا يتقبلوا. أوكي يمكن بصعوبة بالأول، بس أكيد رح يكون أهيان من أنه دغري يروحوا على الزواج. شو بتحلمي سوريا؟ مستحيل يوافقوا، ما شفتيهم بدهم يقبلوا. نحن بدنا نقنعهم. ايه نحن بدنا نقنعهم. معليش هلا انه الرياكشن تبعهم كثير اوفر كانت، ما بدها هالقد. شو يا روبا؟ شو؟ ما بعرف. يا ريت يعني اذا بتقدر تقنعي لفارس بالفكره كثير منيح. انا بقدر اقنعه. نايا انا ما دخل. شفتي كيف حكاني قدام الكل؟ عن جد مو معقول يا عمي، بليز فكرة كتير حلوة، خلص بدنا نعملها. اتفقنا؟ أنا معكم. يلا ديل. تفضل. قصة ليلى، نحن ما قدرنا نجي قبل ونبارك لك من ورا اللي صار. ماما أنا آسفة، بس إنه أنا ضحكت لأنه الشباب كانوا كثير معصبين، يعني كان شكلهم بيضحك. إن شاء الله ما تكوني تضايقتي. أنا كتير كتير انبسطت لك من كل قلبي. الله يتمم على خير يا رب. فلوا الشباب؟ كأني سمعت الباب فتح وسكر. أنا عم بغلط شي؟ بليز اوعى تتراجعي. قد ما عصبوا وتضايقوا بالاخر رح يقبلوا. صدقيني رح يصير اللي بدك اياه ونحن معك. بس في خطه بدنا نعملها وبدنا اياك توافقي. خطه شو؟